انتوا ناس بتشتغلوا في اكتر من قطاع وفرقت جدا مع الصادرات الزراعيه المصريه. بنشتغلها بذكاء، فاهمين الاسواق عايزه مننا ايه، بنشتغل زي ما السوق طالب مننا. عايزين نثبت ده للناس. اشرح لنا كابيتال اجرو. كابيتال اجرو احنا شركه في السوق المصري من 2013، عندنا مجموعه من الشركات في مجال التكنولوجيا والريتيل والاف ام بي وشركات لوجيستكس. بعد الموضوع تشجيع الصادرات في الفتره الاخيره دي يعني وكده، حبينا ننوع النشاط. الكلام ده كان من 4 سنوات بالظبط، فلما دخلنا مجال التصدير دخلنا الموضوع بشكل مختلف شويه، درسنا الاسواق الخارجيه بشكل مختلف، حاولنا نعرف ايه احتياجات العملاء وايه الاسواق المستهدفه، وبقينا نتتبع البروتوكولات اللي بتتفتح للحجر الزراعي مع بين مصر وصادرات الحصلات الزراعيه مع الدول الاخرى يعني. فاحنا دلوقتي شغالين على رفع كفاءه العنصر البشري في المزارع. طبيعه العماله في مجال المزارع بتبقى اغلبيتها من البحيره، حرك من الفيوم، ليها طبيعه خاصه في التعامل. بنرفع شويه مستوى الادراك وتغيير السلوك المهني اتجاه التعامل مع الثمره والشجره. مش بس احنا بنقطف الثمره وبنحافظ على الكبسوله، لا، احنا اشتغلنا كمان ازاي ما تعملش فيها كدمات، ازاي الصناديق ما تبقاش على المتعبيه على الاخر، فده بجد تتلف جزء كبير قوي من المحصول. صحيح، حضرتك بتفضل تصرف على برتقانه او ثمره لغايه ما توصل محطه التعبئه، في الاخر هي بتطلع فرزه. طب احنا كل دي ده اهدار في تكلفه، اهدار في منتج نهائي بيطلع في الاخر. ابتدينا نغير الكلام ده ببعض الاجراءات الاحترازيه، سواء في التعامل مع ادوات الحصاد بشكل مختلف. اشتغلنا شويه على خريجين كليه زراعه، عملنا تجربه كده محترمه قوي ان احنا ناخد الخريجين المهندسين الزراعيين حديث التخرج، نديهم البيزنس موديل ده بوعي مختلف، نفهمه يعني ايه ان انت لازم تصدر. اشتغلنا على الحته دي كويس قوي، والحمد لله نجحنا في اعداد تيم جيد قوي جوه المزارع، وطورنا نفس النموذج ده بقى في السويت بوتيتو، في المنتجات اللي بنتوسع فيها، في البوم جرانيت. احنا البطاطا الحلوه النهارده، البطاطا انت ليك قصه كبيره فيها. ده مختلفه شويه يعني. انت اولا صدرت الموال لحد ايه؟ احنا الحمد لله ان شاء الله مستهدفين السنه دي نوصل ل 30,000 طن بزياده حوالي 30% عن السنه اللي فاتت، رغم التحديات اللي بتواجهنا السنه دي. رغم التحديات يعني الحمد لله. عامل ايه مع البحر الاحمر؟ احنا عملنا مانوفر شويه على اسواق غير تقليديه، توسعنا شويه في شمال امريكا وجنوب امريكا، توسعنا شويه في بريطانيا العظمى، ايرلندا، ويلز، وبعض الاسواق يعني الغير مستهدفه. يعني انت دورت على اسواق بديله، وثانيا اشتغلت على جوده المنتج بتاعك وعلى جوده المنتج نايس، الشيلف لايف بتاعه طبعا لازم. عملتها ازاي انك زودت العمر بتاعه؟ والناس تقول لك ده صعب جدا. صح، بص حضرتك، المعاملات ومستلزمات التعبئه، مستلزمات التعبئه النهارده لازم حضرتك هي تتحمل عدد ايام معينه في المعامله، التبريد داخل الثلاجات واثناء عمليه الهاندلنج. انت حضرتك كنت حاطط البلان عندك ان انت هتصدر منتج هيقعد فترات زمنيه توصل ل 90 يوم، سواء كان هو في الترانز تايم او في الثلاجه الانتاج نفسها او الثلاجه عند العميل. فاحنا كنا ثلاث ارباع المحفظه عندي انا بصدر للفار ايست وجنوب امريكا وشمال امريكا، فانا كنت واخد البلان عندي، انا حاطط في اعتباري ان انا حتى الدول القريبه زي اوروبا 7 ايام شحن و11 يوم شحن، انا هعمل في الاعتبار انا بخزن فتره كبيره قوي. فانا واخد في الخطه عندي ان احنا جايبين مستلزمات انتاج تتحمل الشيلف لايف دي. جوه الشيلف لايف المعاملات في اثناء عمليه التبريد، وان احنا ندي برو كولينج للباليتس بعد الانتاج، وازاي نعمل بروتوكول جوه كولد ستورز نفسها لتطهير وتعقيم وغسيل الثلاجات عشان نقلل الحد من ظهور اعفان او نقلل الحد من تفاعل المنتج اثناء عمليه الشحن واثناء عمليه التخزين. فدي فرقت معانا جامد قوي. اكمل معاك في الموالح برضو. حته مهمه جدا النهارده، بنواجه تحديات كبيره جدا في الفريش، ولازم ندخل سواء عصير او مركزات. خطتنا وانتم عندكم اكتر من قطاع صناعي. صح ممكن ندخل الصناعي. صح، اشتغلنا على موضوع العصير وسبيشالي نقطه طلب مننا في الخليج. احنا شغالين على دلوقتي وسجلنا علامه تجاريه وعملنا تعبئه مختلفه شويه، هتنزل ان شاء الله السوق المصري في رمضان القادم ده. فاحنا التراديشنال بقى درينك زي التمر والصوبيا، واحنا حاولنا نعمل لانشنج في رمضان عشان نغير الموضوع يبقى مور هيلسي، وفي الاخر نستغل النيوز اوف الامكانيات اللي عندنا دي بالمحصول اللي عندنا بالبريكس في وقت رمضان ده، هيبقى للفالنسيا كويس جدا البرتقال الصيفي. سجلنا العلامه التجاريه، عملنا تطور مختلف شويه في شكل الباكج، وان شاء الله هتنزل السوق المصري، وان شاء الله دي هنصدرها هنبدا بالدول العربيه. كثره الانتاج السنه دي في الموالح خلت الثمار صغيره شويه. صح فده خلانا نتجه اكتر للعصير. صح كده؟ صح، بدأت تتخرج بالكلام ده كتير، صح كده؟ دي حقيقة. وابتدينا الحمد لله في عملية التصدير نفسها ابتدينا نغير سلوك المستهلك النهائي، لا أنت ليه ما بتوردش لمصانع عصير؟ أنت ليه ما تستخدمش دي؟ لازم حضرتك النهاردة العميل كلنا نشتغل على تغيير سلوكه، أنت هتعرض في سوبر ماركت ولا هبيع في هول سيلرز ولا هتورد لمصانع عصير ولا؟
عشان حضرتك تقدر تغطي كل الكاتيجوريز وكل الجريدز اللي طالعه من مرحله الانتاج. انا براهن عليكم لان انتوا بتوع صناعه. الحمد لله. ازاي انت النهارده بتصنع ايه كهربا؟ قول للناس بتصنع ايه كهربا. احنا عندنا الحمد لله شراكه مع مصانع في السادات، دي اكبر مصنع في الشرق الاوسط وافريقيا، بيصنعوا السكوتر اي حاجه 3 او 2 ويلز كهربا، وعندنا براند اسمه ايزي جو، احنا فاتحين اول فرع في الرحاب ان شاء الله، مستهدف نوصل ل 50 فرع يعني. بنبيع كل دي نافذه بيعيه لكل ما هو سكوتر او موتورسايكل بيمشي كهرباء او عربيه الجولف كار، وشغالين على الموضوع ده وعملنا ار ان دي محترم جدا جدا، عندنا خبره صينيين نقلوا عملوا عمليه ايميتيشن للصناعه زي الصين بالظبط، ان شاء الله باذن الله مستهدفين بيها السوق المحلي كل ما هو جرين باور يعني وانرجي، ومستهدفين احنا نصدر لان حضرتك النهارده الكوتا في الصين عشان تصدر لامريكا بتخلص في نص يناير، النهارده اوروبا حضرتك مش مستفيد بزيرو جمارك في العمليه الصناعيه، يعني التجربه النهارده اثبتت ان احنا بنستورد كتير قوي وبنصدر في الاخر حصاد زراعيه ومواد خام، لا انا هحط منتج نهائي صناعي كامل غالي غالي بيجيب عائد دولاري للبلد بايدي عامله مصريه، المنتج ده 90% منه بتكسيد 90% منه منتج محلي للتصدير ولتلبيه احتياجات السوق المحلي بالافتر سي سيرفيس كامله. خلينا بقى فروت لوجيستيكا نتكلم على البطاطا، عجباني تجربه البطاطا اللي انتوا عملتوها، انتوا صدرتوا حوالي 3000 طن. احنا مستهدفين السنه دي 3000 طن ان شاء الله بزياده، صدرنا حوالي 2023 يعني. احنا وصلنا لحوالي 1600 طن. 1600 والسنه دي ان شاء الله مستهدفين 3000 طن، وفي بوتنشال على فكره ده رقم في البطاطا. طبعا برافو نوزو سالكو، يعني اكبر شركه في مصر تعمل 9000 10000 طن. ف 3000 طن واحنا ثاني سنه او ثالث سنه او رابع سنه. ثالث سنه الحمد لله. والبطاطا محصول مصري واعد جدا، محصول مصري واعد مطلوب، الشتله البيور جارد الامريكي ثبتت نجاحها جوه مصر، بس احنا عندنا بعض التحديات، السوق لسه مش ماتيور، المزارعين لسه ما عندهمش الوعي الكامل بطبيعه المنتج وطبيعه المستهلك النهائي او المشتري، لان اغلبيه 90% من الاحفاظ بتطلع اوروبا و10% حاجات بسيطه جدا افريقيا واغلبيه الدول اللي عندها سياحه ودول عربيه. طبعا عندنا مشكله ان المناخ من شهر 12 1 2 اللي هو الهاي هاي ديماند للمنتج المصري في البطاطا، الوقت ده في مشكله جامده جدا في الرطوبه الداخليه للثمره، حضرتك بعد المعاملات وبعد عمليه الغسيل والتصدير بتظهر عفان كتير جدا. عملنا تجربه كده الحمد لله في عمليه التجفيف بتقنيات معينه ان احنا نخزن المنتج ده، نظهر العيوب بشكل اسرع شويه عشان نتفاداها، يطلع المنتج سليم 100% ما فيهوش مشاكل، نحافظ على سمعه المنتج ده ونزود حجم الصادرات بتاعته للاسواق دي. اشتغلنا على الموضوع ان احنا نوفر البطاطا في الاوف سيزون، ودي كان تحدي مرعب، يعني ازاي نخزن وطريقه التخزين، طب البلاستيك هيتفاعل معاه ولا لا حتى لو بيور، طب نحط على قش ولا لا، طب درجه الغرفه كام، لان حضرتك مش بتخزن في ثلاجات، البطاطا مخزون مختلف شويه. فالحمد لله التجربه دي عملناها ونجحنا في ايطاليا وتعاقدنا مع ريتيلرز كبار جدا جدا في ايطاليا. انا عايز اقول لحضرتك يعني حتى البطاطا نفسها لما احنا بنصدرها في صورتها الخام، المصانع العملاقه في اوروبا بتاخدها، عندنا مصانع زي مصنع لام ويستون هو بيرجعها لنا تاني مجمده بكلاسترز وتشيبس بشكل معين، وارد دولاري رقم مرعب، حضرتك بتدفع دولار قصاد الارقام دي وانت حضرتك مصدره له في صورتها الخام. فاحنا شغالين شويه على موضوع الادنج ده ان احنا نحسن صورتها الفريش، كمان شويه احنا ان شاء الله داخلين باذن الله ان احنا نستبدل بقى الجزء ده بان احنا نعمل التشيبس دي داخل مصر، وابتدينا نتكلم مع مصانع كبيره جدا ان هم يوفروا لنا الاستنباط دي ونحط الاد فاليو، بالذات لما عملنا دراسه السوق سواء كان في ايطاليا في اليونان في هولندا، لان الموضوع ده هم يا اما ريدي تو كوك يا اما ريدي تو بويلينج، كل انماط الاستهلاك للمنتج النهائي ده كبطاطا احنا نقدر نوفرها من مصر بشكل مختلف تماما يعني.